السلام عليكم. اليوم سنقوم بجولة خفيفة في مطار العروي بالناظور، وكما تعلمون أن هذا المطار كان في طور الإصلاح والتوسيع، حيث أنه كان من المرتقب أن تنتهي الأشغال به قبل شهر يوليوز، يروم مضاعفة مرتين الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى حوالي 2 مليون مسافر، حيث أن النسخة الجديدة لهذا المطار ستكون متكاملة من حيث الجمالية والمرافق والخدمات. وسنكتفي بهذه الجولة الخفيفة للمطار، حيث أنه يمنع التصوير من الداخل، فتابعوا معنا هذا الفيديو.